السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في القناة. وكنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. واليوم ان شاء الله وصفتنا على كبدة مشرملة واتاي مغربي اصيل اللي كيجي رائع. وحنا المغاربة كان يعني اتاي عندنا في الوجبات، انا كيعجبني اتاي وكيكون مع شي وجبات اللي كيكونوا بحال هكا كالمشاوي بحال هكا الكبدة بحال، كيعجبني اتاي كيجي زوين. بسم الله انا غادي نبدا ان شاء الله معكم. هنا عندي الكبده وغادي نقيها من هاد الشوائب اللي تيكونوا فيها. هذه الكبده ديال البقر، اما الا كانت ديال الغلمي راه ما كتكونش فيها هاد الشوائب بحال هكا وهاد دوك الجلود اللي تيكونوا غلاض، كنضطر كنحيدهم. لان ما كيطيبوش كنحاول باش كنحيدهم كلهم تنقيهم بحال هكا، كتبقى غير الكبده بوحدها لان هي الكبده ما كتطلبش الوقت باش كطيب، ولا كانوا فيها هذوك الجلود ما غاديش يخليوها طيب، كيبقاو هما ما كيتنضغوش مزيان. كنحاول انا باش كنقيهم. هي كاينه الجلده هنايا ديك الغشه ديالها حتى هو كنحيدو، يعني شفتو قاصح كنحاول باش نحيدو عيت تنسلخوه بحال هكا، كتجريه وتيمشي تتبقى ديك الجلدة تحيد، وتنقطعو غير الكبدة بوحدها. هاهي دابا هادي تا هي فيها، هادي ديال البقري كتكون فيها هاد لان تيكون البرد البكري عفوا غليظ، الغلمي لا ما كتكونش فيه، كتكون ولكن هي رقيقه ما كتبانش. بعد ما قرضنا هاد الكبده ديالنا ونقيناها، انا كنضطر ندير هاد شويه ديال الشحمه لان كتنسم. لان هي عرم شرمله ما فيها بس، الا درنا واحد التقطيعات فاش كتكون طيب هما كيطلقوا النسمه ديالهم. بعد ما قطعناها وكملناها، انا غادي نجيب واحد المقله وغادي نخوي فيها واحد المعلقه ديال الزيت الزيتون، كنزيد واحد المعلقه ديال الزيت النباتيه ماشي بزاف، وكنجيب الثومه واحد جوج فصوص ديال الثومه، ما تنقويش الثومه هادو، الا كان الفص غليظ كديروا غير واحد باش كتبقى النسمه ديال الكبده، الا قوينا الثومه كتغلب على الكبده ما كتخليش ليها النسمه ديالها. باش ما كتطلقش الجهد ديالها حنا نديروها في الزيت هي الاولى، وكنشعلو عليها وكنخليوها شويه كتصهد بحال تنشحروها في الزيت باش يتنقص الجهد ديالها. هنا كنجيب واحد الحبه ديال البصله، حبه كبيره ديال البصله، وكندير عليها العافيه متوسطه باش كتنزل وما كتطلقش لنا الماء. كنستمر هكا كنحركها حتى كتشرب هذيك الزويته. كندير المليحه وكنجيب الكبده ديالنا كنحطها فوق البصله، كنشحرها غير في البصله والملحه وكنخليها تشحر مزيان.
يا ما كتطلبش طيب بزاف، غير واحد 15 دقيقة كتكون موجودة. الا قوينا عليها العافية كتنشف، ما كتبقاش من الداخل ديالها مزيان، يا خاصها طيب غير حدود 15 دقيقة كتكون موجودة. غادي نغطي عليها واحد الغلاقة ونخليها شوية طيب. الكبدة ديالنا طلقات لمويها، حنا غادي نحركوها باش كتنشف. هنا غادي نتبلو، كندير عير راس معلقه ديال الابزار ومعلقه ديال الكمون، صافي هادو كنكتفيو. عير الابزار والكمون راه كيجي كتجي رائعه، ما كنقويوش التتبيله، وحتى كطيب. بعدا كنديرو الابزار والكمون، وكندير واحد المعلقه او معلقه ونص ديال القصفر والمعدنوس، صافي وكنطفي عليها. ما كنطيبش هذاك القزبر والمعدنوس، كنخليه غير هكا كنحركو فيه وهداك الصه ديالو كيطيبو. صافي وكنطفي عليها البوطه. الكبده ديالنا وجدات، انا هنا غادي نوجدو معاكم اتاي مغربي اصيل اللي ما تيخفى على حتى مغربيه وحتى مغربي. انا غادي نشلل البراد في الاول، كنخوي شويه ديال الماء كنشلل البراد، كنجيب اتاي ديالنا هنا على حساب هذا البراد، كندير 4 المعالقات لانني انا عندي اتاي، كندير كنستعمل اتاي 4000 و11 كيعجبني شعره. كنعاود نخوي عليه الماء، الماء مغلي كنخليه شويه، وعاد باش كنخوي هذاك الماء الاول في واحد الكاس كنحتفظوا به. من بعد كنعاود نشلل التشليله الثانيه، تنحركو مزيان حتى كيحيد هذوك التراب وكيحيد دوك الشوائب اللي كيكونوا في اتاي، داك الاوساخ هما اللي تيجيبوا اتاي كحل وخايب. هذاك غادي نخويه وغادي نحتفظ بهذا، نرجعو للبراد الاولاني. انا درت غير السكر هنا، ما تنقويش السكر، كنحاولو نحتفظو السكر غير صغيره، نحتفظو على راسنا من السكريات. وكنعمر كنحطو فوق البوطه حتى كيتشحر شويه، غير شويه ما كنخليش يتشحر. هذا غادي نخويه، هاد الماء هذا ما كنستعملوهش. بعد ما تشحر البراد ديالنا غادي نجيبو النعناع اللي فات نقيتو غسلتو مزيان، وهنا كنخليوه يرتاح واحد 5 دقائق واتاي ديالنا راه تيكون موجود. نخلينا اتاي كيرتاح وغادي نوجدو الكبده ديالنا. الكبده ديالنا موجوده، حنا كنرافقوها بهاد البنجال اللي فات صايبتو معاكم. غادي نخلي لكم الرابط ان شاء الله في اسفل هاد الفيديو، وكنرافقوها باتاي. وبالصحه والراحه، ولا عجبكم الفيديو شاركوا في القناه وما تنسوناش من اللايكات باش دائما ان شاء الله توصلوا بالجديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.